اخر اخبار الفنانين، اعلن الفنان عمر كمال ان هو عمل اغنية جديدة وقريبا جدا جدا هتطلع في العلن وهتنزل على قناة اليوتيوب بتاعته اللي هي عمر كمال، والاغنية اسمها انتي قطتي. تعالوا مع بعض دلوقتي حالا نعرف التفاصيل بتاعة الاغنية ايه، ومع الموقع بتاعه الرسمي هخش اهو اقول لكم دلوقتي تفاصيل كاملة بتاعة اغنية انتي قطتي. تعالوا معايا. انتي قطتي. عمر كمال يكشف عن احدث اغانيه. كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن احدث اغانيه انتي قطتي، ونشر عمر مقطع فيديو من الاغنيه عبر حسابه الرسمي بموقع الانستجرام، وظهر فيه وهو يرقص مع اعلى يخت داخل البحر. الصوره قدامكم اهي يا جماعه. وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا انتي قطتي قريبا. يذكر ان عمر كمال وحسن شاكوش طرح مؤخرا مهرجان جود مورنين بيبي عبر موقع يوتيوب احتفالا بعيد الفطر. والمهرجان من كلمات محمد غباشي والحان وتوزيع اسلام ساسو. وتقول كلمات الاغنيه جود مورنينج بيبي، يا اللي انت نصيبي اوعى تسيبي لحظة واحدة، اوعى تسيبي لحظة واحدة ايدي، انت البداية وانت النهاية، نجمة في سمايا بتنور. بدأ المطرب عمر كمال تسجيل احداث اغانيه والتي بدأت يقدمها بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة في ثاني تعاون بينهم بعد اغنية ضيعنا. ضيعنا ضيعنا اكتر، ضيعنا ضيعونا اكتر، ضيعونا. عمر كمال عبد الواحد، لا ده عمر كمال عبد الواحد دوت لعيب سيراميكا الباك اليمين، او مش سيراميكا، فريق فاركو هو بيلعب هناك. هو بس ده عمر كمال بقى ايه المغني تقريبا اللي احنا قاعدين اليومين دول بنتكلم على عمر كمال، بس هو عمر كمال بس اللي احنا بنتكلم عليه. هنروح نجيب اخبار عمر كمال لعيب الكوره، وعمر كمال لعيب المهرجانات، وعمال نتكلم على عمر كمال وبس، مفيش غير عمر كمال في حياتنا. كل ما اخش على الصفحات الاقي عمر كمال عمل اغنيه انت قطتي، حسن شاكوش عمل اغنيه انت كلبتي، ومش عارف مين عمل اغنيه انت نمرتي، ومش عارف ايه. انا بصراحه داخل مش هتكلم على الاغنيه بتاعت عمر كمال، انا داخل اتكلم ان الاغاني دي كلها ملهاش اي لازمه، مفيش غير الاحلى من الاغاني القديمه الجميله، مش اي حاجة وخلاص واي كلام وخلاص، وسمعنا اي حاجة وخلاص ووجعتولنا دماغنا. والاخر هاني شاكر بيوقف الاغاني دي كلها، انا معاه فعلا ان هو لازم يوقف الاغاني دي بالكامل، لان فعلا الاغاني ملهاش اي لازمة، واغاني ما اعرفش بيجيبوها منين وجايبين رقاصة جنبهم تقعد ترقص لهم وهي دي الاغاني ومش عارف ايه. هتلاقي اكتر المشاهدين داخلين مش يتفرجوا على الاغنية والله، يعني مش زي ما جايين داخلين اصلا يسمعوا، داخلين يشوفوا مين المزة الجديدة اللي مع عمر كمال، مين المزة الجديدة اللي مع حسن شاكوش، ومع اسمه ايه التاني دوت، مع حمو بيكا ومش عارف مين. انا بصراحة مش عارف اقول ايه، يعني انا عايز ان اشوف الناس تعليقاتها ايه رأيكم في اغنية انتي قطتي الجديدة بتاعت عمر كمال اللي هي نزلت جزء منها 30 ثانية على الانستجرام وعلى الفيسبوك. اهم حاجه لو انت مش مشترك في قناه بحر المنوعات، انا هنشر الفيديو قريب جدا اول ما ينزل بالكامل هنشره طبعا على القناه، بس انا حبيت ان انا اتكلم معاكم شويه بخصوص الموضوع ده، لان انتوا عارفين ان احنا بنحب نتكلم في كل حاجه بخصوص المواضيع كلها. علق على الفيديو وقول لنا ايه رايكم في المواضيع اللي احنا بنسمعها، هل هاني شاكر عنده حق في ايقاف المهرجانات دي بالكامل ولا ما عندوش حق، ولا ايه حكايتكم بالظبط، لانه زهقتوني. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه قناه بحر المنوعات على اليوتيوب، ويا ريت تعمل لايك للفيديو، هكون شاكر ليك جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.